تمام. انت دلوقتي الكلام ده بقى مجعلص، بقى اسمها تنمر. هي الاول كان اسمها ان احنا بنهزر مع بعض ونطلع بعض مسرح والكلام، دلوقتي بقى الموضوع مجعلص اكتر، بقى التنمر. انت بتشوف التنمر ازاي؟ اكيد انت بتقابل كومنتات كتير ايجابيه وسلبيه. قول احكي لي بقى. في الاول خالص كنت بعمل الفيديوهات، فكنت بتصور واعمل فيديوهات والكلام ده، فكانوا بيطلعوا مناخيري انا. مناخيري دي كانت ازمه في حياتهم كلهم. يعني في مره كنت في الشارع كنت بتصور مع حد وقال لي ايه مناخيرك الكبيره دي، وكان فاهم الكلام كان بيضايق. رحت مصور لهم بقى بالصوره بتاعت اللي هي التيك توك اللي هي بمناخيري دي. قتلت الحوار كله بقى كده خلاص. انتوا بتتريقوا على حاجه زي دي؟ عند بقى اللي هو انت بتعاندهم. طب كان ساعتها رد فعلك ايه لما قال لك كده؟ انا ما كنتش بتضايق. انا بيقول لك حط لهم الصوره، حطيت لهم الصوره. جبت من الاخر بروفايل. انت عندك تصالح نفسي جدا. انت ما عندكش مشكله مع شكلك، مع مناخيرك، مع حركاتك، مع فيديوهاتك، صح؟ طب الناس اللي دايما بتشبهك بعصام صاصه، لا ده وانت كمان بتقلده، وهخليك تقلده دلوقتي. ماشي. يعني بعد اذنك بقى. لا ولا ماشي يا جماعه، بجد شبه عصام صاصه قوي. وحتى في حركاته وفي طريقه غناه. هو لما بيجي يغني لازم يعمل شفايفه كده. ادينا حته. ما لازم اغنيه معاك، ما ينفعش تشغل اغنيه. نحاول. اسعوا يا جماعه في الموضوع ده، عشان الموضوع ده خلينا نقول لهم لو كده يبقوا ماشي. يعني يحاولوا يفتحوا لنا اغنيه. بس بتجيبوا قوي. انت اصلا بتحبه؟ بتحب عصام صاصا؟ انا في الحقيقه اصلا بحبه. اتقابلته؟ لا ما قابلتوش ولا مره، بس رحت له كذا حفله يعني.